النكد المنزلي، النكد اللي جوه البيت يعني، مش شرط يبقى بين الزوج والزوجة، ممكن يبقى بين الولاد وأبوهم، الولاد وأمهم، الزوج والزوجة كده يعني. وهل البيوت كلها فيها نكد، ولا في بيوت كده بتعرف تتلاشى الموضوع ده أو تقضي عليه؟ مين السبب في النكد بقى؟ الزوج، الزوجة، العيال، هنعرف كل ده. إيهاب النهارده بقى جاي، أستاذ إيهاب وكيم هيقعد إيه للصبح نتكلم، أصل الموضوع كبير. آه طبعًا. وفي بعض الناس متهمين فيه. متهمين، مش عارف بقى افضل مبتسم كده مع لا ابتسم يعني النكد ولا كلضم يعني. لا لا ابتسم. لا انا هبتسم طبعا. يعني النكد طبعا مبدئيا في اتهام شهير جدا بان احنا دايما بنقول ان الزوجات نكديات، يعني الزوجه بتبقى نكديه. بالعكس. حتى احنا الرجاله كده في نكته ما بيننا بتقول، الواحد متجوز بيسال واحد صاحبه بيقول له هي مراتك من النوع النكدي؟ فرد عليه قال له ليه، هو في انواع تانية؟ فده الحقيقه طبعا اتهام باطل مش صحيح. وهنعرف ليه خلال الكام دقيقه اللي احنا فيها مع بعض ده، ان احنا ده حقيقه مش صح. طبعا هو ايه اساسا النكد؟ هو النكد كتعريف هو ان احنا بنحاول نغلس على بعض، نضايق بعض، نعكنن بعض. هو تعكير بيبقى مقصود. ما هنشوف ازاي بقى. تعكير صفو الاخر، يعني هي في الاخر حرب نفسيه. طبعا مع الحرب النفسيه باي كلمه حرب بتختفي لغه الحوار او ما بيبقاش فيه حوار. لكن هو فعليا النكد هو سلوك انتقامي. يعني عشان كده احنا احيانا ايه لما بنقول لبعض بطلي تبقى نكديه، انت اللي نكدي. لا، هو زي ما اقول لك بطل يا شيف تصدع. طب يعني طب انا اصدع ازاي؟ ما بطل اصدع ازاي وانا عندي ضرسي بيوجعني؟ فالنكد في حد ذاته هو نتيجه مش اساس، فهو سلوك انتقامي لتوتر العلاقه. حاجه بايخه قوي. وتوتر العلاقه بقى ده اللي احنا هنشوفه، ومش عارف بقى مين هيزعل مني، الستات ولا الرجاله النهارده. لكن انا هبقى محايد وهقول ان الموضوع، انا مش هبقى محايد. ماشي، اوكي، ينفع ابتدي؟ ابتدي. طيب، الست بيولوجيا في بعض الاوقات، والكلام ده مش اول مره نقوله انا وانت مع بعض، تمام، في بعض الاوقات بتكون فيها يعني متوتره، مكتئبه، نفسيتها مش مظبوطه. الاوقات دي اللي هي وقت الدوره الشهريه، خلاص، ودي اكتر وقت ممكن نقول فيه ان الست بتكون اعصابها مشدوده، مكتئبه، فممكن تعمل توتر. تمام. فالمفروض ان الزوج والاولاد يكونوا فاهمين ده، فيمتصوا، يقولوا احنا بنستحمل الثلاث اربع ايام دول لغايه لما بيخلصوا وبيعدوا، بعد كده الامور بتبقى كويسه. اوكي، يعني ده لو هم عيله مثقفه وواعيه وفاهمه. تمام، ده الفرق بين العيلة المتوترة والعيلة المتزنة. المتزنة. لكن وفي حتة تانية معلش هكملها. لا اتفضل طبعا. وبرضو بعد فترة انقطاع الدورة الشهرية الطمس اللي هي بتبقى في الخمسينات، أوائل الخمسينات، بتبقى عندها الهوت فلاشز اللي هي الهبات الساخنة. تمام. وبتبقى حاسة ان هي في حاجة ناقصة منها وبتعجز والكلام ده، وده مش صح، مفيش حد بيعجز دلوقتي. فبرضو بتقعد كده فترة مش مظبوطة. فالمفروض ان الزوج لانه راجل والمفروض ان هو قوي والمفروض ان هو بيعرف يتحكم في مشاعره، فالمفروض ان هو بيحتويها علشان يحسسها لا انت هتفضلي جميله وحلوه وكذا وكذا وكذا. انا أوكي. قلت اللي عندي. يعني هو احنا هنحط شويه قوانين، عشان لو ما حطيناش القوانين دي مش هنوصل مع بعض لمرحله انقطاع الطمس، هكون اتطلقنا قبل كده. هيكونوا خلصوا مرحله الطلاق من بدري. بالظبط، هي في حاجات اساسيه. بس احنا مش بنقول برضو للزوج والزوجه بس، بنقول الاولاد مع الاولاد. ما هو كمان انا هتكلم ليه بان الزوج والزوجه بصفه رئيسيه في الحلقه دي؟ الأساس. لان هم الاساس، ولو هم معاملين الحاجات اللي احنا بنقولها فالولاد مش هيبقى عندهم السلوك الانتقامي، لان الحياه والاسريه مش متوتره. وده هنختمه كده بتشبيه، بس نكمل نبتدي الحلقه. مبدئيا المشكله في بتبتدي من ان الحياه الزوجيه المفروض يكون فيها حوار،
والحوار ده في الحقيقة كتلتين غير متكافئتين. الراجل ما بيحبش خالص التفاصيل، والست بتموت في التفاصيل. فنيجي نلاقي حوار هيبتدي، هو هنا أخبارك إيه؟ تمام. أخبار الشغل إيه؟ الحمد لله. كده في 15 ثانية إحنا خلصنا التسع ساعات اللي أنا كنت فيهم بره البيت. الست ما بتحبش كده أبدا خالص، هي عايزة تعرف هو وصل الساعة كام وقابل مين وعمل إيه وليه رجع ربع ساعة متأخر، إيه اللي حصل له في السكة، طب أنت كويس، طب كلت إيه الظهر، طب شربت إيه. هو ما بيدخلش في ده. فأنا بأطالب الرجالة لو سمحتم بزيادة شوية تفاصيل في الحوار، يعني بدل 15 ثانية خليها دقيقة ونص، يعني اتعب وخليها دقيقة ونص. اعمل حوار مع مراتك. والستات اعمل حوار مع مراتك زي ما بتقعد على القهوة وتقعد احنا لسه جايين بتقول كل التفاصيل لأصحابك، ما مراتك أولى برضه. لما بنقعد على القهوة ما بنقولش كل التفاصيل، بس بنقول أكتر شوية. هقول لك ليه الراجل كمان ما بيقولش تفاصيل. والستات لو سمحتوا، أنا ألاقي هنا حد بيبتسم ورا الكاميرا. بسمة مش كده؟ لا. مين؟ دعاء. دعاء ماشي. أستاذة دعاء بتصورنا بتضحك ورا الكاميرا. والستات لو سمحتوا قللوا شوية الأسئلة اللي فيها تفاصيل ممكن تخلي الراجل يعلق نفسه في النجفة، يعني أوكي، يعني فيبقى في توازن شوية. لا أنت هنا غامض جدا ولا هنا أنا بشتغل وكيل نيابة. فبالتالي الراجل كمان لما بيحس إن هو بيتعمل له تحقيق بيبتدي يعني يتضايق من الخنقه دي، ومن ان هو محاوله، يعني ان هو ايه ده، انا يعني بتساليني كاني بخونك، طب انا مش رادد. فيبتدي هنا الحوار يتقطع. فاحنا محتاجين ارضيه مشتركه بين الاثنين كبدايه حوار، في ان انا اقول بعض الحاجات الزياده شويه في كلماتي وكلامي، والست تتنازل شويه على التفاصيل. ده بيخلينا نعمل ايه كمان؟ لو سمحتوا ما تتكلموش في الحياه اليوميه الروتينيه اللي احنا بنقابلها الا اذا حصل حاجه مختلفه. لكن انا بنزل باخد عربيتي بروح الشغل برجع من الشغل، انت بترجعي من الشغل، سواء بتطبخي بتغسلي بتنشري بتكوي، ده كل ده طبيعي جدا. ما ينفعش اقعد كمان طول الوقت رحت الشغل وتعبت ورجعت وعملت ونشرت ولميت، يعني او انا كده عامل اسقاط وازاحه على الاخر في امور هي حضرتك وحضرتك لا انت اول مره تتجوز ولا اول واحد ينزل يشتغل ولا انت اول واحد تغسلي. صح. فالا اذا حصل حاجه بره اليوم العادي. فده بدايه هذا الحوار. الشيء الثاني، الراجل بيخش الجواز عايز يبقى مستقل 100%. بيتخلص من بيته، ابوه امه واخواته لو كان ترتيبه ما هوش الاولاني. لا، هو مين قال حضرتك ان انت داخل الجواز تستقل 100%؟ ازاي يعني؟ يعني انت داخل تبقى انت لوحدك وفي حد في العيله. الجواز ده كانك انت داخل مع واحد صاحبك بتعمل شركه. اوكي. 50 و50%. النهارده ما ينفعش تعمل في الشركه ما بدالك. ما ينفعش لو في حاجات بتحصل في الشركه ان احنا نسيبها من غير ما نقعد نتناقش فيها. صحيح. فهي الست ما انتش داخل علشان تقول لها تسمع كلامك وبدون مناقشه، وانا هنا اعمل اللي انا عايز اعمله وانتم مالكمش دعوه بيا. لان ده مش صح. لان في الاخر هي بتحس انها تابع، وده في الجواز كانك بالظبط في شركه. هل هينفع تعمل في شركتك كده لو انت شريك مع حد 50%؟ لا، استحاله تقدر تعمل كده. لان ساعتها مش هتبقى شركه، هنسيب بعض زي ما في ساعتها في الجواز هنسيب بعض. صح. فبالتالي هنا فكره ان انا ابقى مستقل، ابقى اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، لا، في حد معاك في البيت ليه الوزن زيك زيه. لا، دي واحده، والحد ده انت مختاره من الاول. بالظبط. ما تفرضش عليك. ايوه. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني ده يعني حد الاب والام خلاص دولت احنا بيبقوا معانا مفروضين علينا. مظبوط. لكن الزوجه او الزوج ده بيختاروا بعض. صح؟ مظبوط. فالمفروض يستحملوا بعض اكتر من اي حاجه. وهو ده اللي كمان من ضمن الحاجات، هو انت النهارده زي ما انت قلت في اول حلقه، هو انت ليه لطيف وظريف ولذيذ مع الناس في القهوه وفي الخروجات وفي الرحلات، وبتخش جوه البيت تضرب بوز، يعني ضارب بوز. ده برضو الستات بتقول على الرجاله كده، ان هو بيخش البيت ما عندوش اي حماس،
ما عندوش اي رغبه يعمل اي حاجه. بس خلينا بقى نقول في ده دور الست، هي الست الشاطره اللي هتخلي جوزها اصلا يبقى عايز يجي البيت. يعني اختلف معاك في دي، لانها يعني ده لا الدور الاساسي، وبقول للرجاله الدور الاساسي ليك وانت داخل من باب شقه البيت انك تدخل معاك البهجه والسعاده. بس هي لازم تساعده. ماشي اوكي، ما انا مش هفتح بقى الباب فاكر متزوجون لما قال لك فتح الباب لقاها في وشه، يعني ما انا كمان الناحيه الثانيه ما انا مش برضو مش هخش الاقي حد ضارب بوس. يعني ان لما الراجل مثلا يرجع البيت فمراته تقول له يا وحشتني قوي، هيتبسط. تمام، بس امتى؟ امتى هتقول له الكلمه دي؟ ما ينفعش تمثلها. لا اذا انا هي تبقى فعلا وحشها ليه لا يعني؟ هقول لك، احنا النهاردة نرجع لحلقة من الحلقات ذكرنا كده ان الحب طاقة لإشباع الآخر. فلو انا مش بأشبع طرف اللي هو التاني شريكي مش هيرد عليا. بمناسبة الحب، مش عارف شفتها فين ولا قريتها فين، هو الحب آخر 4 سنين؟ لا 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 مش صح. شفتها دي؟ لا لا، الحب ده مش صح. لو الحب ده تاني، لو الحب ده شوية مشاعر هتطفي ومش هتكمل 4 سنين، هتطفي ممكن بعد 6 اشهر. لكن الحب ده لو قرار، لو هيدوم. قرار هيدوم قرار، لان العقل هو اللي واخده. قلنا في حلقه من الحلقات ان الحب ده بيبي، العقل هو اللي بيولده بيكبره. بيكبره ويحافظ عليه، فبيقعد 30 و40 سنه. صحيح. المهم فانت دي اول حاجه، فانت ما ينفعش تخش كمان قاعد على الكنبه لا انت عايز تعمل حاجه ولا تتكلم في حاجه ولا تشوف حاجه مشتركه بينك وبين مراتك، ولا تنزل عيد ميلاد مش عارف مين، ولا ترفع سماعه التليفون تتصل بمين وهي عامله زي المنبه، كلمت ماما، سلمت على اختك، دلوقتي هنعمل ايه في كاتب كتاب بنت خالتك، لا مش رايح، طب هتلبس ايه، يعني حاجه يعني ممله جدا يعني. بس يعني ايه ده بيحصل؟ يعني ايه مش رايح؟ لا بس سيبوني بقى في حالي، انا تعبان. وحضرتك مش لازم تربحنا جميله انك انت متجوزها. لا ما في مجاملات وفي حاجات، ما فيش حاجه اسمها كده. اوكي. ما برضو في برضو يعني في بقى وفي ستات لازم تعمل كده، وفي ستات بتعمل كده. ما انا جاي لسه، انا جاي على الستات. ما عنديش فستان اروح، ما انا جاي على الستات عشان يعني دعاء لسه بتضحك بس انا جاي لها يعني. اوكي، ما انا قلت ان هاجي هنا وهنا. كمان الراجل الستات بتتهمه ان هو ما بيعملش حاجه خالص. يعني طلبت منك تغير اللمبه. اللمبه بترعش وبتضايقنا. وانت مش موجود في البيت بس انا بتضايق، او لما بقعد مع الولاد اذاكر بتضايقنا، ولما انت بتيجي بيكونوا ناموا فبنطفي اللمبه فانت مش شايفها، فحاضر هعملها وينسى وما يعملهاش، فتبتدي تقول له مره كمان بطلي زن. بس ده راجل بايخ قوي يعني، ما يغير اللمبه من غير لا, 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 لا 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 انت انت بتقول كده يا شريف عشان انا بشوفك في الاستوديو مش تغير اللمبه، لو اللمبه مايله عن صف اللمبه بتقول لهم اعدلوها. لسه في لمبه. لكن انت عندك رجاله في البيت الحنفيه بتنقط، طب ماشي هعملها في الجمعه والسبت. غير اللمبه، حاضر. ضرفه الدولاب لازم تتعدل، طب يا ستي هنشوف، ما بيعملش حاجه. وبالتالي هي بتفضل تقول له، فبدل ما هو ياخد نكدي. بدل ما ياخد هو نكدي قرار ويقوم. بالظبط، ده نكدي. فبتدي يتهمها انها زنانه، بطلي زن بقى، عرفتيني. ما ده بنسمعه. صح. لكن من الناحيه الثانيه كمان، مثلا لو انا النهارده كراجل بعمل حاجه بتضايقك انت كست، الستات للاسف ما عندهاش القدره على التعبير بوضوح وصراحه على اللي بيضايقها. لا هو لازم يعرف انا متضايق من ايه. ليه لازم اعرف انا انت متضايقه من ايه؟ يعني انا وانا في سكه حياتي ابقى راجل لا بفتح يعني الكوتشينه ولا بشوف الفنجان ولا بضرب الودع، حضرتك قولي لي انت متضايقه من ايه؟ لا اصل الاهتمام ما بيطلبش. ده الكلمه اللي بنسمعها اليومين دول، هو الاهتمام ما بيطلبش. لو انت قلتي انا ده بيضايقني وانا ما اشتغلتش عليه عشان اغيرها، صح، يبقى هنا كده. لكن ازاي انا همشي يعني بحاول كده اشوف الابراج، يمكن كوكب زحل على عطارد خابط في خابطين في بعض، انا مش مطلوب مني اعمل كده. طيب احنا لغايه دلوقتي في كلامنا واصلين لمرحله التوازن بين الست والراجل. مظبوط. يعني ده صح هنا وهي صح هنا، ده غلط هنا وهي غلط هنا. تعالى نسمع اغنيه، يلا بينا فاصل ونرجع نكمل النكد في البيت، النكد الاسري. اخباره ايه مع ايهاب وكيم؟ وبيقول لنا كده وبيسهل لنا حياتنا. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
بنتكلم عن النكد الاسري يا اولاد، اتمنى هو يتلاشى ما يبقاش موجود في اي بيت. وعلى فكره انا بعد اذنك يا استاذ ايهاب وكيم، انا بشوف ان سهل ان الاسره تعيش سعيده، انهم يعني حياتهم تبقى ما فيهاش نكد، وهم بيصعبوها بالنكد. انت فاهم قصدي؟ في مقوله بتقول ان هو نفس المجهود اللي انت بتبذله عشان تبقى متنكد هو نفس المجهود اللي بتبذله عشان تبقى سعيد. اعتقد اقل كمان المجهود يعني. ودي في حاجه علميه اعتقد انها يعني اذا كنت متذكره صح، بيقول ان لما الوش بيتكرمش وبيبقى متعصب في 35 عضله بتنقبض، يعني انا معلش لو طلع الرقم غلط سامحوني، ولما بنضحك وننبسط هم 3-4 عضلات اللي بيبقوا مريحين الوش. فكرة ان انا اعيش في نكد وابقى ايامي كلها نكد، على فكره ده سهل جدا، سهل جدا ان احنا ننكد. وبرجع اقول ان السعاده قرار، وفي كتاب اسمه هابينس از تشويس، السعاده قرار، انا بقرر ان ابقى سعيد. انا عارف ان احنا عندنا في بيوتنا كلنا، مش بس الساده المشاهدين، كلنا بنشترك في صعوبات اقتصاديه وصعوبات، يعني عندنا مشاكل، لكن انا النهارده في حاجات اقدر اتجنب ان انا اخليها مشاكل، بل بالعكس اخليها حاجه لطيفه. اديك مثال، مثلا لو انا النهارده بقى مراتي بتعمل حاجه في المطبخ وقالت لي تعالى اعمل السلطه مثلا، الله، مثلا دي معركه، يعني دي بتنتهي بمعركه. معركه؟ طبعا. اولا انت حضرتك طلبتي ان هو يجي يعمل السلطه، شكرا، ميرسي جدا. اجيب لك الخيار، غسلت الطماطم، تاخد طبق بلاستيك ولا ازاز، اقسم لك السكينه، لا هي تسيبه بقى، اوعى تقطع صباعك وتاني، اجيب لك البصله، زودت الملح، قللت الفلفل، حطيت زيت، حضرتك مش طلبتي ان هو يجي يعمل السلطه؟ اسكتي بقى. بس
حضرتك بقى لما تعمل السلطه مفيش داعي تحول المطبخ الى يعني جبل المقطم في كميه الحاجات لازم تتغسل ما هو هيغسلها لا ما بحطها لها في الحوض، ما هو عمل انجاز بقى اصل يعني سهل قوي يعني قطعت الخيار اغسل لا ده بالنسبه لك، فتلاقي ده كل ده عشان تعمل سلطه وانا هشطب كل ده اتحول لا بص يعني بقى الطريقه اللي هو ايه هي عايزاه يعمل السلطه فتنده له تعالى يا حبيبي اعمل السلطه انت نفسك فيها بيبقى حلو وبتزوقها بتفتح نفسنا اكتر هيقوم تمام وخلاص. انا لما انت بتطبخي بقول لك شوحتي اللحمه قطعتي البصل يعني التفال استنلس حطيتي الميه غليتي الرز توطي عطيتي عطيتي ما بقولش حاجه خالص توتر حضرتك توتر بتطبخي فليه التوتر بجد في حاجات كتيره جدا في حياتنا يعني ارجوكي لو لما جوزك يكون بيتفرج على نهائي كاس اوروبا ما حبكش تساليه في التوقيت ده عن الاوفسايد بتحسب ازاي خالص لا لو مالكيش في الكوره خش واقفلي على نفسك اوضتك وسيبيه اجي اعملي له طبق فشار وسيبيه لا واجي احط طبق الفشار ده بالظبط بينه وبين الشاشه وهما بيلعبوا بلنتيات بعد ما تعدوا في الاكسترا يعني لا دي غلسه قوي اوكي ففي حاجات كتير انت كمان لو هي مفيش ارضيه لازم نوجد لنفسنا ارضيه مشتركه نعملها مع بعض من حتى من البيوت البسيطه جدا للبيوت اللي هي بيبقى فيه عادي جدا نسمع ام كلثوم مع بعض مش لازم نسمعها كل يوم لازم يكون في بيننا وبين بعض اقتناع ان احنا متساويين السيدات بيخافوا ان هم من فقد العلاقه او انها تفقد شريك حياتها فاحيانا بتقدم تنازلات مش لازم تعملها بتكتم حاجات ومشاعر خاصه بيها كمان زي ما انت ذكرت في اول الحلقه ان انا بكتم واخبي هذه الفتره لان انا اتربيت ان انا مش لازم اقول وان انا مش صح وعيب فبالتالي ببقى انا ما انا مش ما انا مش جايب جدول ومتابع يعني فانا ببقى بالتالي مش عارف هو انت مالك في ايه في حاجات كتيره محتاجين ان هم يتعلموا كمان الستات يعبروا عن نفسهم بصوره اوضح ممكن تكون الست متضايقه من حاجه وتقعد تتكلم مع راجل 8 دقايق ومش فاهم ولا كلمه ومش عارف يحط على ايده على ولا حاجه هي مضايقاها تمام اصل انت مش فاهمني يا ستي انا مش فاهمك انا مش عارف ولا حق يعني قولي لي على طول انا بتضايق من لما انت بتقزز اللب على طول يعني مش لازم نحكي قصه حياه مقله فلان اوكي فبالتالي الحوار اساسا لازم يبقى حوار متساوي ب 50% و50% انا مش الراجل متسلط بنسبه 100% وانا صاحب قراري وانت انا اسف في التعبير زيك زي كومودينو انا اسف جدا 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 ده غير مسموح غير مقبول صحيح اوكي وفي نفس الوقت السيدات كمان ما ينفعش تبقي وكيله نيابه انتم الاثنين مسؤولين عن التوضيح الحاجات اللي بتضايقكم خلينا نختم كده بقى الولاد اللي في البيت ايه اخبارهم الولاد اول ما هيشوفوا اي توتر وسلوك انتقامي بين الاب والام هيشربوه كده زي العجين عشان كده بنلاقي السيدات او رجاله نكديين نتيجه ان هم بيكرروا الحياه اللي عاشوها في بيوت اهلهم يعني أوكي. النكد ده يا جماعه مش حد بيجي كده مولود نكدي. صح. او ان انا زوجه داخله مفروض ان انا او زوج داخل مفروض ان انا عايز انشئ حياه جميله ان انا جاي لا ان شاء الله نكد هننكد على بعض. تاني ده سلوك انتقامي نتيجه توتر في العلاقه اللي محتاجه بذل مجهود علشان يكون في حوار وفي حاجات ما بيننا بنشترك فيها. عايز اسالك حاجه اختم بيها برضو نوعيه النكد الاسري اللي عندنا في البيوت المصريه هي نفسها اللي موجودة في العالم التاني؟ طبعا كل مجتمع وليه خصائصه ولكن يعني الزوجة المصرية الأصيلة والراجل المصري الأصيل بيعرفوا ينكدوا على بعض كويس قوي الاثنين الاثنين يعني بيشوفوا ازاي طبعا يعني انا ما اقدرش اجي على حد على حساب حد الاثنين مسؤولين والاثنين ما نقدرش نتهم لما زي ما ابتدينا الحلقه ان الزوجه هي اللي نكديه لا الراجل مسؤول عارف يعني قريب كنت راكب القطر ورايح مكان ما كنت اشوف عيله داخله اب وام بالعيال معاهم عيلين ثلاثه هم مش طايقين بعض وبيزعقوا لبعض وبيزعقوا للعيال لما بسافر بره بلاد عربيه او في اوروبا وبركب القطر
الطريقه اللي الزوج والزوجه بالعيال داخلين بيها مختلفه تماما، عشان احنا مبسوطين في هدوء. احنا الحقيقه كمصريين لازم نعترف ان احنا ما بنعرفش نبسط نفسنا، ما بنعرفش نقضي وقت لطيف. وكنا مره قلنا احنا حتى لو ضحكنا بنقول اللهم اجعله خير، يعني بنستكتر على نفسنا الضحك وبنعكنن على نفسنا من قبل ما نخرج من البيت، وبالذات في الاجازات والمناسبات. 100% للاسف. 100% بشكرك، شكرا، شرفتني ونورتنا كالعاده. شكرا ايهاب وكيم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس الميعاد. شكرا ليكم، باي باي.